تعال نروح على الرياضة، ومش أي رياضة، رياضة الكبار. الكبار اللي دايما عندهم الحلم وعندهم الأمل وعندهم الإصرار وعندهم العزيمة، وما فيش حاجة توقفهم، وما فيش كلمة أنا كبرت في السن خالص. السباحة المصرية مدام سهير العطار صاحبة الخمسة وسبعين سنة اللي بتفوز بالميدالية الذهب، أيوة، ببطولة العالم لسباحة الماسترز. وعايز نحط الصورة معانا هنا جوه الاستوديو على الفيديو وول العظيم ده، لأنه الحقيقة مدام سهير يعني دايما ما تأتي لنا بكل ما هو رائع وبالجوائز الحلوة وبالجوائز الكبيرة والإصرار. أيوة شوف، أدي جايزة، أدي ميدالية، اتنين، تلاتة، أربعة. مدام سهير أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا. أهلا، ألف مليون مبروك. الله يبارك فيك، ربنا يخليك. أنا شايف في الصورة في أربع ميداليات مش ميدالية واحدة. لا الحقيقة أنا أخذت خمسة، هي الصورة خمسة. دي كانت أول ما شاء الله. قبل عشان أخذت واحدة خمسة. أيوة لا يبقى إحنا كده مقصرين. على واحدة ذهب واثنين فضة واثنين برونز. الذهب كانت العالم. الذهب كانت في مسافة قد إيه وأني ستايل؟ 200 متر ظهر. 200 متر ظهر. ثلاث دقايق. في ثلاث دقايق 45. تاتش وود. وبقية الميداليات؟ الفضة في ال 100 ظهر وال 50 ظهر، والبرونز في ال 800 حرة وال 400 حرة. كم سنة سباحة يا فندم؟ لا انا سباحة من وانا صغيرة، بس طبعا بطلت في النص شوية ورجعت تاني للماسترز. بقالي دلوقتي 20 سنة بلعب بطولات الماسترز. ايه اللي شجع حضرتك على العودة مرة تانية للسباحة؟ يعني الحقيقة كده قلت اجرب، ما فيش اكتر من ان انا قالوا لي في تجارب تعالي جربي، فجربت ولقيت الحمد لله ان انا يعني. وبعدين الواحد لازم بيدور دايما على حاجة يعملها جنب شغله ووظيفته. أنا طبيبة وأستاذة في الجامعة، ف يعني لقيت إن دي حاجة بتملى الوقت وبتنظمه يعني، فده اللي خلاني أرجع للسباحة. يا بختنا بحضرتك يا دكتور سهير والله. يعني أنا أولادي بيتريقوا عليا إن أنا بطلت رياضة، فكل شوية أقول لهم أنا كبرت ما بقتش حمل إن أنا ألعب رياضة. ما كبرت يا فندم. مفيش، مش كده؟ مفيش حاجة اسمها كده. لا خلاص كده، أنا كده خدت الإلهام من حضرتك يا دكتور. إن شاء الله دايما إن شاء الله بإذن الله. ألف مليون مبروك وألف شكر، وإن شاء الله المزيد من البطولات والميداليات. كل الشكر دكتور سهير العطار، البطلة المصرية الحائزة على خمس ميداليات منهم ذهب في بطولة الماسترز أو الأساتذة. ألف ألف شكر.